مع هذا الاسم المركز الثاني دلهام، دلهام عبد العزيز بن فاران المري يحاول باللحظات الأخيرة، ولكن صباح الخير صباح الخير يا ابو ضعيف. هذا هو الشعار محمد بن سالم بن مبارك آل نابت المري مع الجارح صالح بن سالم الضعيف. تستاهل فوز الجارح واختطاف للشوط الرئيسي المفتوح، وبهذا الفوز يعتبر ماخذ أقوى أشواط الثاني القعدان في يوم الأمس واليوم، لأن الشوط مفتوح. مرحبا ومسهلا، تستاهل خير وعافية. نعم، الشوط المفتوح فيه العمانيات، فيه الإنتاج، فيه الشرايا، فيه الودائع، فيه كل شيء. أنت اليوم ماخذ أقوى فئة القعدان في ذات المحلي عندك ما شاء الله. أولا الحمد لله على التوفيق، وقعود سبوق وعنده سبق واجد، ماضيه طيب، وحاضر إن شاء الله طيب الماضيه. والشوط الأول معروف بقوته، الشوط الرئيسي ما حد رايح فيها إلا مطيه سبوق. الشوط الأول معروف بقوته، وانه الشوط دائما يكون صعب، ولا ايش رايك؟ صحيح صعب، والسن الحين سن مطايا كبار، ما حد متمسكه مطيته من سبوك. نعم، ما في مطيته حلوه. قرار تسجيله في الشوط الرئيسي، ركز معي، قرار التسجيل في الشوط الرئيسي هو غيره، هل تتخذه مع اخوانك مساعدينك الوالد العم الربع اللي في العزبه، ولا بنقول قرار فردي منك ولا من مالكه اللي هو ابو سالم؟ القرار كله عند الوالد الله يطول عمره. نعم. هو دائما حضر الشوط الرئيسي. نعم. ما يدينا شوط اللي وراء. نعم، ولكن فيه تعارض، بعضكم يقول الشوط الاول قوي ولا كذا، ولا توافقون؟ لا على طول الشوط اللي يختار سجل مطايا. الشوط مثل ما قلنا ما هو بسهل، قعودك اخر اليوم، الشوط كان جر. عطنا كيف كان تصورك في الشوط بصراحه؟ والله من يوم انطلقنا وحنا نشوف وجه الشوط، ما خلاني هي بدأنا، وهو مسري. وانت ما خليت القعود ياخر واجد؟ ما خلاني اخر نص مسافه، وحنا نكلمه ونحرك. نعم، وتحركه بالآلي؟ شيء بسيط، دقة واحدة هنا عقب سد روح. النوع اللي مثل ثقيل شوي، ما هو ثقيل لكنه وده بالتأخير، لكن إذا عزم الله يبارك فيه. طبيعي تركض كذا. صحيح. نعم، كان عليك ضغط يوم متأخر شوي؟ أكيد المطية دخلت أضغط عليها. نعم، وين تحب تكون المطية في الكيلو الأخير اللي بتسبق؟ في دائرة الثلاث. في دائرة الثلاث. نعم. إذا كانت مأخرة وعندك يوم الأخير صعب أنها تلحق، صعب بالذات إذا حجر الشوط. صعب، لا واحدة ولا اثنتين. ألف مبروك هذا الفوز والقعود، ما دام اليوم ماخذ أقوى أشواط الثنائي، تراك مرشح لأشواط الرمز، نبغى نشوفها إن شاء الله في الرمز. الله يبارك فيك، الله يحسبنا إن شاء الله في طيبه. نعم. وشرب خير إن شاء الله. جاهز يا أبو سالم إن شاء الله أشواط الرمز؟ بإذن الله إن شاء الله. الله يوفقك وفوز هنا مسلم من تهدي. هذه الوالد ودائما مشجعين الشعار.